السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميعا بخير في هذه الايام والاجواء، ومكملين ومستمرين مع فيديوهاتنا اليوميه والمحتوى المستمر. وبقالنا فتره طويله ما اتكلمناش عن الجيم اللي هنلعبها دلوقتي. اذا انت زهقان بتفكر في جيم فري عشان تلعبها، جيم خطيره جدا بصراحه، تقدر تلعبها فري على البلاي ستيشن، على الاكس بوكس، على البي سي، وكله كمان بيلعب مع كله، يعني كروس بلاي، كل السيستمز مع بعض. فاكيد احنا بنتكلم على كول اوف ديوتي وور زون. المود بتاع الباتل رويال فيها فري، تقدر تنزله في اي وقت. هي كبيره شويه والابديتس بتاعتها ضخمه بصراحه، ودي مشكله، ولكن الموضوع مستاهل عشان جيم رهيبه جدا. بقالنا فتره ما نزلناش كده جيم. انا مش خبير زي ما انتم عارفين، مش محترف فيها، بس اللعبه فان جدا. فخلينا كده نجرب حاطين المره دي ونشوف هنعمل ايه. نخش كده كام جيم ويلا بينا. بس قبل ما نبدا، اذا مستمتعين بالفيديوهات اليوميه يا ريت تنسوش لايك عنيف، يا ريت كمان تشتركوا معنا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان تكونوا معنا في كل الفيديوهات الجديده اول باول. هيا بينا. اوكي، انا بقالي كتير جدا ما لعبتش يا جماعه، من ساعه اخر جيم لعبتها معاك فعليا ما لعبتش، وكان في ابديت كبير اظن، في حاجات اتغيرت مش عارف هي ايه بالظبط. انا اخترت العب كواد سكواد، كواد يعني اربعه مع بعض. هنبدا الجيم وهنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. من كتر ما مركز بس على هاف لايف اليكس حاسس انا نسيت الكنترولز اساسا. احنا كنا بنعمل ايه؟ اوكي، السكواد ليدر اختار مكان. تي في ستيشن، بحبوش قوي المكان ده بصراحه، بس خلينا مع السكواد. اخبار الزحمه حوالينا ايه؟ اوبا، في زحمه في المنطقه. اوكي، فنادق تعبانه. لا يا جماعه، لا يا جماعه، جايين في حته زحمه مش طالبه. ايه جن ايه بس؟ شوف جن ايه، عايزين حاجه عدله، حاجه عدله، وعايزين ارمور. ايوه دي، ماشي. موفمنت لسه بنقول. يضرب على مين الكابتن ده؟ ما خلصوا على المباني دي كلها ولا ايه؟ سيبوا لي حاجه يا جماعه، حد اتصاب. اثنين متصابين، ده السكواد تاني هجم علينا ولا ايه؟ لا خلي بالك بقى، خلي بالك بقى، احنا ما عندناش اسلحه عدله خالص. فين هو؟ فين؟ اوب، ده كلهم ماتوا يا جماعه. اوب 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 اوب. يا نهار ابيض، اكيد في فريق تاني هنا. كلهم في الجولاج. انا بقيت لوحدي. اوب اوب اوب. كمان كمان بيتضرب عليا والارمور راح في داهيه. فرصتي اتدمرت من اول ثلاث دقايق. حاجة عدلة بقى بليز. مفيش حد قدر يطلع من الجولاج ولا ايه يا جماعة؟ اوكي، في واحد جاي اهو، ماشي. خلينا ناخد دي. تيم ميت جاي اهو. انت فين؟ معاه سنايبر ده. ده هيموت، هيموت صديقي اكيد. أنا لازم اروح انقذه. الشهامه والبطوله بتحتم عليا اعمل كده. عمال اهوم حوالين المنطقه. ايوه ايوه، خلصنا على الفريق ده. حلو، كانوا اخر اثنين، بس في ناس تانية بتضرب علينا من بعيد. فين زميلي؟ فين يا زميل؟ مشكلة في الارمور عندنا. الفريق التاني اكيد هيك يجي عليا دلوقتي. نقول نتحرك من هنا نشوف حتة فيها ارمور. تعالي لي بقى يا كابتن، تعالى تعالى. تعالي بقى هنا، يلا اخلص. راح فين؟ اركب يا عم.
ناوي تركب؟ في واحد تاني من تبعنا جاي برضو؟ لا طب كويس، في واحد تاني ريديبلويد برضو. طيب خلينا هنا في المنطقة شوية طالما عايزين يسكاوتوا أكتر. ندور على أرمور ضروري. تنكروش يا جماعة إن أنا صمدت لحد ما نزل بقية الفريق بتاعي. لازم الفريق بتاعي يشكرني. هنموت كلنا دلوقتي. كمان تاخد عربية لأنك ده مشي ده بجد؟ ده بتهزر صح؟ طب يا عم نروح مع بعض يا عم. واضح انه فريق مش متعاون يا جماعة. ماشي جايين احنا بس ما خدتناش معاك ليه من الأول يعني؟ سامع ضرب نار حواليا مش عارف فين بالظبط. أنا بقول إيه طالما هما لا 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 يا جماعة مش مصدق نفسي التيم بتاعي رجعني تاني. والله ناس محترمين جدا وانا انزل معيش حاجة واضح انا نازل في معركة بس يعني محترمين برضو. تفتكروا هنعرف نعمل حاجة بقى واحد بس ولا ايه؟ اتنين فين 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 يا جماعة الضرب ده مين اللي بيضرب؟ مفيش فايدة يا جماعة مفيش فايدة. حاولنا مفيش مشكلة ناخد لنا جيم كوان سكواد دات برضو. الجيم اللي فات كان مش سيء كتيم ولكن تحسش كان في تعاون قوي يعني. هنشوف المرة دي يمكن المرة دي يكون أحسن شوية. خلينا نجرب نشوف إن شاء الله يكون جيم لطيف. متفائل أنا متفائل. برضو تي في ستيشن برضو تي في ستيشن زي ما فات في تي في ستيشن صح؟ تعال انزل هنا كده في الساحة دي. بعد كده نتجمع مع التيم. وليه كل ما انزل قدام واحدة تطلع فاضية؟ طبعا انت خلصت هنا كل حاجة. يعني نشوف برضو. فعلا. اوكي. مش عايزين شوت جان يا عم. خدنيش كده. تعال نطلع فوق احنا. كلهم هنا. شوية فلوس. يمكن على السطح. اوكي. شو هنا يا جماعة؟ ما في حد طلع هنا اوريدي كمان. طيب تعال نقرب من تيم. اوكي. في ناس هناك فوق السطح ده. الكوبتر دي فين؟ في واحد مننا دخل الجولاج. فين اللي بيضرب ده يا جماعة؟ كان فوق السطح هنا راح فين؟ واحد تاني وقع. اوكي. موته. في حد تاني هنا غير اللي هناك ده ولا ايه؟ خلصوا علينا واحد واحد. اوكي في واحد تاني مات في الجولج. حتى تاني كمان مات في الجولج. ايش غير انا والشاب ده؟ عايزين نشتري الشباب صحابنا. اصبر بقى كده نمشي مع بعض. اوب. عايزين سنايبر من هنا. كده في الشباك ولا ايه؟ مش شايف هنا بصراحة. يا عم انت بتروح لوحدك ليه؟ اديك اتضربت ووقعت. الناس المجرمة دي. اوب اوب اوب. دي خلصت. دي ما فيهاش سكوب. اي 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 اي. انت جاي تصطاد في الماء العكرة انت.
New safe zone located. افتكروا يا جماعة. افتكروا يا جماعة. Moving. افتكروش يا جماعة. اوكي يا جماعة ناخد جيم واحد كمان. يمكن المرة دي يكون أحسن. بس لا هو يعني كان المفروض أسخن الأول بصراحة قبل ما ألعب المرة دي. عشان الموضوع مش ماشي معايا بسلاسة. أنا نسيت كمان صحيح موضوع إن إحنا نلعب سكوادز مع بعض. عايزين نشوف الموضوع ده ان شاء الله. اوكي انا السكواد ليدر. اوكي نحب نروح فين المره دي يا رجاله؟ يعني نروح الستورج تاون نلحق نط. يلا جاهزين؟ انا طوش معايا ولا ايه؟ في واحد نط معايا وفي ناس كتير حوالينا. حلاوه. طيب الخطه باظت من اولها. مش مشكله ننزل نطلع لفوق. لا على امل ان اطلع فوق الاقي حاجه عدله. في زميلي المفروض فوق. والله ما ياخدش هو كل الحاجات العدله. في صندوق في الاتوبيس ده. ايه ارمور ماشي. اي سلاح بقى الله يكرمكم يا جماعه. اي سلاح اي حاجه. ايه الضياع اللي انا فيه ده؟ طيب في عربيه. المفروض في صندوق هنا. صوت صندوق. ايوه صناديق. قشطه ماشي. سنايبر. اوكي حلو ده ماشي. طيب كده على الاقل ظبطنا يعني البدايه شويه. طيب نروح نقابل الشباب. منين اشمعنى برضو ناخد جولة هنا نلم شوية حاجات في قاعدة عسكرية برضو. يعني واحد زميل اتضرب انه هو مش بعيد. نسيب العربية دلوقتي هنا وزميل تاني اهو. اوكي في ناس لمت عليه كويس. مين بقى اللي ضرب عليك يا باشا؟ اوكي يعني اصلا في الاول بحسب واحد تبعنا. ماشي ده لوحده ده بقى ولا كان معاه حد؟ اوب 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 لسه بنقول لوحده ولا معاه حد؟ اوه اصطدناه. يلا خلصوا عليه يا ولاد خلصوا عليه. اوكي لسه تيم ما كتبناش تيم اليمينيتد يبقى لسه في ناس تانيين معاه في التيم ممكن يجوا ينقذوه. فخلينا صاحيين كده هنحاول نصطاد اللي نازلين هناك دول. هربوا. اوكي بدايه مش سيئه. ايه ده التليفون ده معناه ايه بالظبط؟ ان شاء الله بينا من هنا ولا يا شباب؟ واضح الفريق ده منسق ومنظم. ان شاء الله يكون جيم لطيف. ويعني كلنا احياء لحد دلوقتي يعني علامه كويسه برضه. بس مشوار برضه عايزين لنا عربيه تلمنا كده ولا هليكوبتر. اوكي. فين بقى الضرب ده؟ اوب 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 بعيد قوي كده. ما اظنش بعيد قوي كده. حاسه كان قريب اللي بيضربه ده. مش بعيد يكون سكواد وبيخطط يدور او يطلع علينا. ايوه راح فين؟ اوكي ده مات. ده هناك راح فين؟ فين بقيته؟ ما اظنش برضه انه اوب 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 اي انا جاي لك بس استنى بس اعرف احاول. دوبك طلعت ودني بس مش راسي حتى. للاسف الجيم الاخراني ده كان يبدو ان هو هيكون جيم لطيف بس انا محتاج اتمرن اكتر يا جماعه. انا
مش سخن كده في الجيم، عارف تحس مش السنس مش متظبط، محتاجين شويه تسخين. ان شاء الله المره الجايه تكون احسن واحسن. دي كانت جوله كده سريعه مع مودرن وورفير، ولو حد فيكم بيلعبها يا ريت يكتب لي في التعليقات. بس لو عجبكم الفيديو يا ريت تنسوش لايك عنيف، انت اشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل فيديوهات جديده اول باول. ريت كمان تابعوني على انستغرام فيسبوك تويتر، الرابط اللي تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.